قد يكون خبراً عادياً نقلته مساء أول أمس وكالة سبوتنيك الحكومية الروسية عن هجوم مرتقب مفبرك كما تدعي على مخيم في إدلب. يشبه الكثير من الأخبار التي تنشرها والتضليل الإعلامي الذي تمارسه منذ سنوات، لكنه بالنسبة للسوريين لم يكن كذلك أبداً. كان بمثابة تهديد ووعيد ستنفذه قوات النظام وروسيا، ونعوة لضحايا أبرياء سيقتلون. الخبر كان رسالة مكتوبة بدماء السوريين، وهم الوحيدون القادرون على قراءته على حقيقته بعد أن عاشوا لسنوات الهجمات الروسية. صباح أمس استيقظ السوريون على هجوم إرهابي لقوات النظام وروسيا بصواريخ أرض أرض محملة بقنابل عنقودية استهدفت مخيمات على أطراف كفر جالس ومورين غربي إدلب. 9 قتلى بينهم أطفال ونساء ونحو 70 مصاب. من موت لموت فر هؤلاء المهجرون يبحثون عن ملاذ آمن، وجريمة مضاعفة ومبيتة وانتهاك صارخ للأعراف الدولية، ومجزرة أخرى تمر بلا محاسبة من المجتمع الدولي تضاف إلى سجل حافل بالإجرام لنظام الأسد وروسيا.